أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
bil ismi wal udwani wa ma'siyatir rasuli wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim lawla yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslawunaha fabi'sal maswir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. شكرا على اهتمامكم هدانا الله وإياكم أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم والله الموافق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qadir Smart yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Join me on Facebook, follow me on Twitter. Thanks for watching. Thanks for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.